عبد العزيز خالد الدوسري من الإدارة العامة للتحقيقات، راح يتكلم عن أدوار وجهود الإدارة العامة للتحقيقات في المكافحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في الملتقى السنوي الأول للتنسيق والتعاون وتنظيم وتوحيد جهود الجهات الحكومية للوقاية من المخدرات، ونشكر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دورها في مكافحة المخدرات، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور أحمد السمدان. وأتشرف بتقديم ورقة عمل الإدارة العامة للتحقيقات. إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بنعمة العقل وميزه بها عن سائر المخلوقات ليفرق بين ما يضره وما ينفعه ويميز طريق الخير من طريق الشر. وقال تعالى: ولا تقوا بأيديكم من التهلكة. فالخالق نهى الإنسان عن إيذاء نفسه بأي صورة كاملة. فالمخدرات والخمور فيها أذى وخطورة على سلامة الإنسان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب أعمال الشيطان التي تؤدي دائما إلى التهلكة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا دليل على حرمة الخمور والمخدرات، كما أن فقهاء المسلمين جميعا أجمعوا على تحريم الخمور وكذلك المخدرات في جميع أنواعها. السؤال: لماذا حرمت المخدرات في الشرع وفي القانون؟ إن الإنسان الذي يتعاطى المخدرات والخمور تنسلخ من غيره وعلى دينه وعلى عرضه، ذلك أنه فقد نعمة العقل فيرتكب الجرائم من القتل والسرقة والزنا وتبريد الخمور، وهذا يؤدي إلى دمار الفرد وكذلك الأسرة والمجتمع، فيتفشى الفساد في الأسرة والمجتمع. فتقوم دول العالم ومن ضمنها دولة الكويت بإصدار قوانين لمكافحة المخدرات والخمور. فدولة الكويت أصدرت القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والتجار فيها، وكذلك المرسوم بقانون رقم 84 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتجار بها، كذلك قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وتضمن بعض المواد الخاصة بالحماية من آفة الخمور. تضمنت المادة 206 عقوبة تصل إلى 10 سنوات من يقوم بجلب واستيراد وتصنيع الخمور والمواد المسكرة بقصد الاتجار، وكذلك عدد من المواد. بالنسبة لدور الإدارة العامة للتحقيقات فإنه دور لاحق لوقوع الجريمة. فتقوم الإدارة عن طريق المحققين في جميع المخابر بالتحقيق في قضايا التعاطي بالنسبة للخمور. كذلك هناك مكتب مستحدث نظرا لأهمية وخطورة قضايا التجارة والخمور، فإنه استحدث مكتب في الإدارة العامة للمخدرات برقم القرار 1206 لسنة 2011. يختص المكتب فيه بالجرائم المرتبطة بعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تختص بالتحقيق فيها الإدارة العامة للتحقيقات. طبعا دور المكتب بالنسبة لي في المخدرات يتلقى طبعا تحريات بالنسبة لبعض الجرائم وهي جريمة التجارة والخمور. فعندما نطلع على هذا المحضر ونتأكد من جديته نصدر الإذن، ومن ثم يتم ضبط الجريمة، وبعد ذلك يتم التصرف في الجريمة. طبعا احنا لاحظنا من عملنا في الإدارة العامة للتحقيقات وفي المكتب أن عدد المتهمين في القضايا هم فئة ما يسمى بالمقيمين بصورة غير مشروعة، وكذلك الآسيويين. طبعا هناك حلول مقدمة في ورقة العمل ويمكن الاطلاع عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.